تتقال. حلوين جميلة استمتعنا معاها يا جماعه، وبنرحب بالاستاذ الكاتب والاديب الكبير الاستاذ جميل احمد رئيس مجلس الاداره ومؤسسه بارادايس الثقافه والاعلام. الحمد لله على السلامة أستاذ جميل. لأن الذي قد مات ما خلف فقد مات ولم يخلف، وصدق ربه العهد وأوفى النذر واستخلف. ومع الخلف والشاعرة الصغيرة هدينا مجيب عيد. سوف ألقي على مستمعكم قصيدة بعنوان بنات الغزل للشاعر مجيب عيد. يعدي عليكم طنطاني تشوفي تقول أنا مصري، يعدي ميت وطن غيره ترد تقول أنا مصري، من مصر الوطن ينطق يقول وطني مالوش أنا زي، أنا بلدي بتنزل فوق حيطان الحي، ملو سلام لخوف الناس وفي العتمة يد نوره بشمس وضي، أنا بلدي بترسم في التاريخ رسومات صور محفورة للماضي اللي عدى وفات ومستقبل بنور الجاي، في ثورة سعد فات الأزمة اتجدد ما بيننا العهد، إيدين في إيدين هلال وصليب وكان الكل في واحد.